والروح القدس الواحد امين. من سفر يشوع الاصحاح 24 وجمع يشوع جميع اسباط بني اسرائيل الى شكيم ودعا شيوخ اسرائيل ورؤساهم وقضاتهم ورفاءهم فمثلوا امام الرب. ورفاءهم اللي هم النولجبل مش الرفاء اللي بيحضروا ارواح او كده. وقال يشوع لجميع الشعب هكذا قال الرب إله إسرائيل: أباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر، تارح أبو إبراهيم وأبو نحور وعبدوا آلهة أخرى، فأخذت إبراهيم أباكم من عبر النهر وسرت به في كل أرض كنعان، وأكثرت نسله وأعطيته إسحاق، وأعطيت إسحاق ويعقوب وعيسو، وأعطيت عيسو جبل سعير ليملكه، وأما يعقوب وبنوه فنزلوا إلى أرض مصر، وأرسلت موسى وهارون وضربت مصر حسب ما فعلت في وسطها، ثم أخرجتكم فأخرجت أباءكم من مصر ودخلتم البحر، وتبع المصريون أباءكم بمركبات وفرسان إلى بحر صوف، فصرخوا إلى الرب فجعل ظلاما بينكم وبين المصريين وجلب عليهم البحر فغطاهم، ورأت عيونكم ما فعلت في مصر، وأقمتم في القفر أياما كثيرة. ثم أتيت بكم إلى أرض الأموريين الساكنين في عبر الأردن فحاربوكم ودفعتهم بيدكم فملكتم أرضهم وأهلكتهم من أمامكم، وقام بلاق بن صفور ملك مؤاب وحارب إسرائيل، وأرسل ودعا بلعام ابن بعور ليلعنكم، ولم أشأ أن أسمع لبلعام فبرككم بركة وأنقذتكم من يده. ثم عبرتم الأردن وأتيتم إلى أريحة فحاربكم أصحاب أريحة الأموريون والفرزيون والكنعانيون والأحثيون والجرجاشيون والحويون واليابوسيون فدفعتهم بيدكم، وأرسلت قدامكم الذنابير وطلبت من أمامكم ملكي الأموريين لا بسيفك ولا بقوسك، وعطيتكم أرضا لم تتعبوا عليها ومدنا لم تبنوها وتسكنون بها، ومن كروم وزيتون لم تغرسوها تأكلون. فالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة، وانزعوا الآلهة الذين عبدهم أباؤكم في عبر النهر وفي مصر واعبدوا الرب. وإن ساء في عيونكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم أباؤكم الذين في عبر النهر، وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم، وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. فأجاب الشعب: حاش لنا أن نترك الرب لنعبد آلهة أخرى. المجد للثالوث الأقدس. كلنا بطريقة أو بأخرى بنعدي في التشالنجز دي بس بصورة مختلفة. يعني الإنجيل العهد القديم بيشرح الموجود في الجديد بس هنشوفه، والعهد الجديد استخدامه بيوضح لنا العهد القديم، بمعنى ان حياتنا مع اننا بنقرأ حاجة من سفر يشوع اللي هو العهد القديم او نسميه الناموس والانبياء، هنلاقي ان التحديات دي موجودة في حياتنا. من اللي قريناه دلوقتي تلخيص التحديات اللي قدرنا نفكر فيها، وانا عايز اسمع منكم اكتر لما بنقرأ الإصحاح ده، هل الواحد يقدر يريليت لحاجة في حياته او اسرته مرموز بيها او مرموز ليها في الجزء اللي قريناه؟ بمعنى في تشالنجز عدى فيها شعب الله، كل واحد فيكم شعب الله، تشالنجز دي ليستد، وفي الاخر يشوع بيقول لهم احنا عدينا في الامور دي كلها، والاستنتاج بتاعي انا والفاميلي بتاعتي هنعمد ربنا، وربنا بيشوف بيوضح قدامكم انتوا عايزين تختاروا مين، آلهة مصنوعة بأيدي ولا الإله اللي عدنا في كل التشالنجز دي. فإيه تشالنج في حياتنا
ممكن نكون الآيات دي بتفكرنا بيه. هل يعني عايز اسمع منكم ايه التشالنجز اللي موجوده على الفاميلي في المجتمع هناك؟ مفيش. هنخلص بدري قوي. احنا يعني بنحس كتير قوي ان احنا distracted، ان احنا بنمشي كده مع الموجة والحياة، وبنروح الشغل وزحمة والأولاد والمدارس ونجري نجري نجري، وحاسين ان احنا تهنا عن الكور بتاعنا او الهدف اللي احنا مفروض دايما يبقى قدام عينينا. هل دي حاجة جديدة ولا بقالها فترة؟ يعني هل في شيفت في الأسرة حاصل ان احنا مشدودين شوية برا، ولا this is تراك ريكورد لينا في حياتنا وجست خدنا بالنا منه دلوقتي؟ يعني في تغيير حصل؟ يعني ما اعرفش، بس انا حسيت مثلا ان كل ما المسؤوليات بتزيد الاحساس ده بيزيد. يعني مثلا لما اكيد قبل كده، قبل يعني ما يبقى عندنا اولاد وبيت والدنيا زحمه، كنا بنصلي اكتر، كنا بنبقى انجيجد اكتر في الكنيسه. فدلوقتي الدنيا لا، في زحمه، الوقت قل في ان احنا نبقى بنصلي، الوقت قل في ان احنا بنسمع كلمه ربنا. يعني بحس انه لا، في معرفش يعني في اكيد زحمه اكتر. يعني كويس، يعني اولا شجاعه منك انك بتري الجوي، لان بتمثلي الجروب كله، في حد ممكن يعني متفقين على الاسسمنت دي. لكن ماجد، طب اذا سمعتوا حاجه اسمها فتات الوقت، فتفيت الوقت، مين اول واحد اتكلم على التعبير ده فتات الوقت؟ وقال لنا يس. انا مش عارفه مين اول واحد اتكلم، بس انا دايما كان بابايا يقولها لي، دايما يقول لي جماعه الكسر بتاعه المسيح في المعجزه بتاعت اشباع الجموع، لما اشبع الجموع بخمس خبزات وسمكتين، وبعدين قال جماع الكسر فجمع 12 قفه. فيمكن زمان كانت تتقال لنا كمان ايام المذاكره، يعني اللي هو اجماع الكسر في الوقت. احيانا وقت كتير كمان دلوقتي السوشيال ميديا والوقت اللي بناخده على التليفون بياخد حبه حلم وقت حلمين. انا يتهيألي اكتر حاجه قتلت الكسر هو الكلمة الظريفة اللي قلتيها دي، اسمها ايه؟ السوشيال ميديا. هل بقيتوا مور سوشيال بالسوشيال ميديا؟ الحياة في السوشيال ميديا بتروح في حاجة اسمها مقارنات، وبحس ان حياتي مش حلوة زي اللي انا بشوفه على السوشيال ميديا. فبدل ما اقول فلنشكر صانع الخيرات، الانرجي بتاعت الكسر رايحة ان انا ايه، الكسر في القفة وبطلعها بره، لان القفة اللي معايا مش زي القفة اللي شايفها على فيسبوك او whatever. ففي الشيفت اللي حصل، السوشيال ميديا هي تول ممكن تستخدم للخير وممكن تستخدم للادكشن، انه ما اعرفش عندنا حاجة I hope انها نتخلص منها. التوك خلصت. هذا ربنا بيقول لنا بلاش سوشيال ميديا. في ثلاث حاجات الكانسر بتاعت الحياه الروحيه او الحياه الاسريه، هما كانوا اثنين قبل كده، بس دلوقتي بقوا الثالثه اللي هي السوشيال ميديا از وان. ثاني حاجه التاجيل. ثالث حاجه الليزينس، وبيبانوا انها خطايا بسيطة، لان انا مش بعمل حاجة غلط. بس ربنا بيقول حاجة جميلة، وبيقول من لا يجمع معي الكسر فهو يفرق. يعني ما اقدرش اكون ايدل، ما عنديش اوبشن كمسيحي ان اكون ايدل. انا لو مش اكتفلي بجمع، المسيح بيبص على الوقت ده وان انا بفرق، مش بفرق بخطية، بس بفرق بانرجي وقت. حياتي دي مجموعة مينتس ورا بعض، وفي مينتس راحت. كلنا متفقين ان احنا مش قادرين نرجعها. وتيكت فروم سمبادي ان هيز 50s دلوقتي، انه الحمد لله الواحد قضى حياته افيشنتلي انو، بس انا في حاجات تطلعات معينه بقول يا رب اسمح بالوقت.
فانا مش عايز الواحد لما يخش في السن في مرحله السن دي يقول يا ده انا كان ممكن اهد جبال بالوقت اللي كان ربنا مديهوني. ف thank you for opening this subject. ان موضوع الحياه بقت بيزي قوي دلوقتي بس لينا يد فيها. وبعدين البيزنس دي بتقلب compensation. يعني هقول لكم very honestly, بعوض الوقت اللي انا مش فيه على التليفون socially ان بشوف my social friends في الكنيسة. وبعدين ولادي بينهرت بيعملوا inheritance للحكاية دي, بيورثوا ايه؟ ان الكنيسة هي المكان اللي هتمم فيه موضوع social relationship. فين زمان في مصر واحد كان يقدر يتناول ويجري على البيت؟ This is not existing. ليه؟ انه ده هو ده التايم اللي هقابل فيه اصحابي. It's not a sin. مش هقول لكم بعد الميتنج انهم تعملوش سوشيال ايفنت, بس انا بدفع ثمن حاجه معينه ان انا ما اقدرش اخزن التناول انيمور, لاني بطلع بخرجه في كلام حتى كلام مش خطيه. تخيلوا بقى لو كان جوسب بعد القداس ده, يعني تبقى مصيبه. بس بطلع بكمبنسيت ان بدل ما استخدم التليفون بتكلم مع عائلات مقدسه حواليا عشان اكمبنسيت موضوع السوشيال. فبورث ولادي ان جزء كبير من الكنيسه السوشيال. فتحديات العصر بتهدم في صان بقى هيدون, لانه المكان اللي بيتغذى فيه سيستماتيكلي وستيب باي ستيب, المكان دوت بدل ما يبقى مكان العمق بقى مكان العرض. انا بديسبنس ماي سيلف سايد ويز وما بدخلش فيرتيكلي. فهنفضل في مشاكل اسره ان اندنج لان وي ريز مورال كيدز نوت سبيريتشوال كيدز. فبنشتكي ولادي ما بيمسكوش الانجيل, ما بيصلوش بالاجبيه. طب واي؟ عشان الكنيسه كذا كذا, ابونا انت مقصرين في كذا ونازل نعليهم كذا. ويل ابونا عنده 60,000 اسره, يو هاف وان فاميلي وفيها كونجريجيشن 2 او 3 او 4, ربنا على قد ما يديكوا. فمين هيقدر يفوكس اكتر؟ فالسويتش حصل من هنا ان انا جوايا. And I'm not saying you're watching something wrong. And if you do, may God help you and repent. There is no problem. خالص ربنا. بس هي كلها wasted energy. وبعدين أنا المشكلة الأكتر أني بورث الكونجريجيشن اللي معايا في البيت أن الكنيسة actually is a very holy social event. فما فيهوش أسلحة. ما فيش أسلحة. يعني أنا my main focus في الخدمة أن to get يعني very very deep مع الأولاد. أنا بقول I cannot change the parents, بس I can have the kids and get في موضوع God's existence والevolution والcosmology والحاجات دي. And in the meantime اللاهوت لو تفهم is such an amazing. إحنا أول ما نسمع الفكر دوت بنحس إن هسمع حاجة dry. بالعكس لو بصينا تكوين واحد واثنين دول مكتوبين كده إزاي, وإزاي هم مفتاح الإنجيل كله, ده في 30 نقطة في تكوين واحد واثنين. We never got to know them when we grow up. فأنا الفكرة اللي محتاج الفاميليز معاها, محتاج هيلب إن ده هيفيدهم بعد كده في المستقبل, وما نقدرش نفضل نجري ورا moving target. إنه نغير إن مروح الكنيسة مش الهدف بتاعه عشان هنخرج مع مين بعد الكنيسة. أنا بقول كده, وطبعا I understand very much إنه big part of depressurizing, يعني enjoying the week, enjoying sorry يعني relaxing من الweek. باجي اشوف ناس زيي ليهم نفس الكواليفيكيشنز, ليهم نفس الفكر, وبقضي وقت معهم. فاولادنا يتربوا مع بعض. بس انا بحط حاجه كده ان انا الكنيسه بقى الماركت بتاعها موراليتي مش سبيريتشواليتي. عايز اربي اولاد مورال اصح, بس في الكنيسه في عمق اكبر. مثال المسيح دعا التلاميذ, دعاهم بعد ما استنزفوا مجهود جامد قوي في خبرتهم في حياتهم, وبعد كده قال لهم ادخلوا العمق. دخلوا اخذوا سمك كتير. اليوم ده كان البيك بتاع البيزنس بتاعهم, يعني البيزنس بومد مع التلاميذ في اليوم اللي سابوا فيه كل البيزنس دي ومشيوا مع المسيح. فربنا بيسألني يوم الحد بالذات, انت ايه المسج اللي هنديها كل يوم حد لولادنا؟ ايه الاكسبيرينس بتاعتهم مع الكنيسه؟ وده الرول بتاعك مش بتاع بول, مش بتاع الخادم. فايف يو وونت انك تواجه تحديات العصر,
ومينلي الإلحاد والسيم سكش أتراكشن. This is the face of the beast in two different ways. يبقى لازم من دلوقتي بالذات لو واضح من السن إن ولادكم لسه صغيرين, we have لازم نبني إن يوم الحد دوت مش مبني على إن أنا هشوف أصحابي, وده هيعرفها من فين؟ هيعرفها من البيرنتس بعد القداس مثلا, ممكن as a family ممكن نقول صلاة شكر على التناول, ممكن نقعد مع بعض شوية قبل ما نخش في السوشيال ايفنتس. As they happens week after week after week after week after week. تاني حاجة ان حياتنا في البيت عاملة ازاي, يعني هل من غير ما اقول حصل لي مع الأسرة, هل البيرنتس حاسين ان لما بواجه مشكلة بواجهها بطريقة روحية ولا بواجهها بطريقة عالمية؟ ما هيورث دي. انا ما انساش مثلا والدي ربنا ينيح روحه كان تعبان جدا 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 ونايم, وحد اتصل بي فروحت بابا صحي لانه مش قادر يفتح, فقال لي قلت له اقول له انك نايم, قال لي لا. زمان بعديها بقى بفترة قال لي الموقف دوت لو قلت لك تقول له انك نايم هتتعود ان انت تستخدم excuses عشان تخلص من حاجة معينة. فدي لزقة في مخي ده يمكن كم عشرات السنين. So ال business بتاعتنا لو ما ابتديناش نعالجها بان من لا يجمع معي, ما اقدرش اقول انا بس هقضي وقت كده يعني vegetate, يعني هفش دماغي, يبقى انت بتفرق. يبقى فكر المسيح انت بتفرق, انت مش بتجمع, ما فيش حاجة اسمها ايدل. فتات الوقت اللي قالها القدس البابا شنودة ربنا ينيح روحه, علامة, فكان دايما بيقول في قدسين بقى قدسين بفتات الوقت, ان اي حاجة كده في النص كده ولا كده نقدر نستخدمها. واحنا وكلكم يعني انا اكبر منكم, فطبعا حسينا بدي قبل ما السوشيال ميديا تدخل. كان في حاجة اسمها الوقت. دلوقتي الوقت بنقضيه في السوشيال ميديا, which is السوشيال ميديا by itself is not wrong, بس زي اي حاجة لو زادت واخدت حياتي هلاقي نفسي انشغلنا زيادة, مش قادر اركز في الصلاة, التكست جاي, التليفون جاي, المشكلة اللي في الكنيسة جاية, we have a problem with this family, كل ده بيتورث للولاد, كل ده بيتورث للولاد. حاجة تانية انه الولاد هيتعرضوا, حد عايز يقول input تاني؟ input تاني عن ازاي, فياريت يعني باختصار نعالج, نرجع لكسر الوقت دي تاني, بتعمل قدسين, ما تحسش انه لازم عندي بالك مثلا 10-20 minutes هقعد اقرا الانجيل. ابتدي باثنين, لما ربنا يلاقيك امينا في القليل اقيمك على الكثير. عايز امسك التليفون, اوكي, انا بالنسبة لي يده أصل التليفون بالذات بقى الحاجات الفاست وال 30 seconds دي, تلاقي 2 hours راحوا في 30 seconds videos. عشان كده بحب أقول نحن نقرأ الإنجيل في hard copy مش في التليفون. التليفون ده ينجست لو عايز الواحد يرأي حاجة سريعة, بس الهارد copy فيها تخطيط, فيها relationship مع الإنجيل, فيها إن لما فتحت حاجة قبل كده كنت مخطط تحتها, ده أنا خططت تحت الآية دي ليه. فابتدي ارجع للايام الجميله. 10 نقطه في كتاب كتاب حياه النقاوه اللي قدس البابا شنوده بيقول بترجع الانسان لربنا الذكريات الحلوه القديمه مع ربنا. موجوده فين؟ اني بفتح الانجيل لقيت نفسي مخطط في حاجه وافتكر بقى انا ليه خططت دي الايه دي بالذات, وارجع عندي ذكريات مع ربنا افتكرها. فكتير من المشاكل بتاعتنا هتروح لو انا رجعت للكونسبت بتاع فتات الوقت. ده اول كونسبت. تاني كونسبت, مفيش حاجه اسمها انا كسلان او مكسل. الكسل هو الكانسر, السلو كيلر بتاع الحياه الروحيه, لانها كلمه بسيطه, انا مكسل النهارده. تالت حاجه برضو الكانسر التاني التاجيل, بكره, مش هقول بكره يمكن ما يجيش, this is not very convincing, بس هقول انه انا بغذي سيلز خربانه وعماله تخرب اكتر, ومش بقول الآن أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له خدني حتى عبد في البيت, أتليست هسمع بس كلمة من الدور الثاني, مش لازم أكون تحت رجليك. أنا راضي أكون عبد بسمع كلام ربنا
عن ان اكون في قيام الخطأ. داود النبي بيقول اطرح عند باب ربنا. فالثلاثه دول لازم يتشالوا. وده حيبان انه في البيت هيبقى فيه روح تانية خالص. لو في مشاكل تانية مع فاميلي معينه، لو عايز تورث ولادك something اسمها الفورجيفنس، لان بالكيل الذي به تاكلون يكال لكم. سو ربنا الدينونه بتاعته مش في ايد ربنا، الدينونه بتاعت ربنا في ايدنا احنا، لان هو قال بالكيل الذي به تاكلون يكال لكم. عايز يوم حلو مع ربنا يبقى اسمه يوم مكافاه، يبقى لازم احول حياتي انها فيها unfairness، فيها عدم عدل. احنا بنخاف دايما من عدم العدل، كيف everything has to be fair fair fair. ودي متوراثه للولاد، لان هو السوسايتي هنا بتستريس الفير، السوسايتي في مصر عشان فيها اضطهاد احنا بنكبر مع الاضطهاد. This is the best gift ever. فالاضطهاد يبقى فيه مكافاه، ما فيش اضطهاد ما فيش مكافاه. استوفوا اجرهم، انا كنت عايز كل حاجه فير على الارض، خلاص سمعت لك. فالانفيرنس بتيجي من فين؟ انك تعمل حاجه كويسه وتاخد عليها جزاء وحش من حد. هل حد وقع في المشكله دي؟ نو ما حدش وقع فيها اكيد، مش كده؟ ايه بقى الفكر اللي يخلي الواحد يرتاح؟ ان الواحد اولا معالجه الموضوع لازم يكون بطريقه مسيحيه. يعني ممكن لو واحد اخطا ليا اروح اكلمه بطريقه مسيحيه، ممكن ابتدي بالاسف عشان تهدي الموضوع حتى لو مش غلطان. بس اللي بيلاحظ الحاجات دي وبيحس ان احنا مش بنكلم بعض انيمور، مش بنلعب مع اولادهم انيمور اور وات ايفر، الولاد. وفي الاخر انت بيبقى عندك كده ترسب، حاجه يقي يعني من الفاميلي ضايقتكم او ضايقت ولادكم اور وات ايفر. فلازم نجهز نفسنا انه السماء محطوطه للي ما خدش حقه على الارض. لو فكرنا بالطريقه دي هنمشي في الطريق اللي هو ما اضيق الباب وما اقرب الطريق المؤدي للملكوت وقليلون يجدونه، وما اوسع الباب وما اوسع الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يمشون فيه. فالتحصين الحقيقي من الداخل لأسرتنا والأولادنا إن أنا أورثه ربنا بالحقيقة، مش بالكنيسة. طب يعني مش لازم الكنيسة، هلاقي ربنا برا كل الكنيسة مليانة هيبوكريتس. هقول لكم الرد عليها very simply. لما هيشوف إن أنا رايح الكنيسة عشان أتعلم الغفران، الكنيسة هتحط بقى فيه الأيدي دي. لكن معظم الوقت مروح الكنيسة because of my friends، because اتورثت من فين؟ من parents، because they are going for their friends. ما هو مش هيجيبها من فين؟ فلازم ربنا عشان ينقذ family هيحط الفاميلي في موقف unfair، ويشوف بقى هنتعامل معاه ازاي. يا اما بالعدل يا اما بالمسيحية. المسيحية هي مكافأة للي ما خدش عدل على الارض. حد يقدر يفتكر آية بتسابورت دي؟ حكاية الدموع وربنا هيمسح الدموع، موجودة فين دي؟ في سفر ايه؟ يمسح الله كل دمع من عيونهم. في الرؤيا الإصحاح السابع لما بيقول اللي موجودين في السماء جم من فين دول؟ من الضيقة العظيمة. مفيش دخول للسماء إلا لو اتحطيت في ضيقة. That's a fact. هل ده من ربنا؟ نو no. احنا بعنا الارض للشيطان بالسقوط في تكوين 3. قبل كده الارض كانت ربنا فيها في الفردوس تكوين 1 و2. لما السقوط حصل الانسان فسد والارض فسدت والروح القدس ما بقاش جوه الانسان. فربنا قال مملكتي ليست من هذا العالم، انا ذاهب لاعد لكم مكانا في يوحنا 14، وإن لم يكن هذا لم أكن أقول لكم. فهي ده اللي هيتعلمه الولاد من الكنيسة. مش هيتعلم أنا رحت كذا وحصل لي في الكنيسة I'm going to change this church I'm going to مش عارف إيه. ما هو ده بيسمعه، وبيبقى الكنيسة مكان إيه؟ مكان عدل. مين قال إن الكنيسة مكان عدل؟ يبقى عندنا view wrong على الكنيسة.
أبونا والآباء بيحاولوا يعملوا عدل بأقصل، لكن في شيطان شغال وهيحط فاميلي معينة في موقف عدم عدل. نتكلم بالمسيحية، نحاول نتفهم بالمسيحية، لو حصل تضحية ربنا في ملاك بيكتب الحاجات دي، الملاك الحارس بتاعك عمال يكتب كل جملة بتكتب في الكتاب بتاعك بالسماء، في السماء هي الجمل اللي المواقف اللي انت تعاملت فيها بعدم عدل. كل مواقف العدل مش مكتوبة في السماء خالص، لما بتفتح الكتب كل باراجراف هي كل الأمور اللي اتحطت فيها في عدم فيرنس. عايز تخش السماء، عايز تخلي أولادك يعرفوا الكنيسة وفايدتها، زود الباراجرافات دي وربنا هيسمح بمواقف هتتحط فيها في عدم عدل. يا إما هتزرجن أوكي عايز الفيرنس، هيقولك يا حبيبي بلاش تطلب حقك في الأرض، بلاش الجمل دي هتتمسح. عشان كده ربنا من الإنجيل كله المكان اللي كان وحيد، الوحيد اللي كان فيه عدل على الأرض هو تكوين 1 و2. بعد السقوط دخلنا الشيطان يرس الأرض، فلما ورس الأرض خلى الناس تبعد عن ربنا، وخلى العمالقة بتوع العهد القديم أو الناموس والأنبياء هم اللي كان حياتهم ما فيهاش فيرنس، ودول مذكورين جزء منهم في عبرانين 11. فعايز تخلي الفاميلي تتغلب عن التشالنجز، ما تجيش الكنيسة متوقع فيرنس، ما تجيش الكنيسة متوقع سوشيال ايفنتس، ما تجيش الكنيسة متوقع ان هلاقي احسن اصحاب في الدنيا المسيحيين، والا هنصدم. والولاد ده بيورثوا الحاجات دي يقول لك الكنيسة مليانة هيبوكريتس ام ليفينج. ليه؟ لانه اخذ من البيرنتس ان الكنيسة ظبط فيرنس. الكنيسة مش ظبط فيرنس، الكنيسة ظبط تضحية. مين اعلى صورة في الكنيسة؟ المسيح على ايه؟ على الصليب. طب يا ربي ما نطلبش حقنا؟ لا تطلب بس الطريقة مسيحية. القديس مكاريوس لما اتهم بانه هو اب الولد قال كد يا مقارة فقد صار لك ولد. مش ده اللي بطلبه منكم، لو عايز حد يخش في العمق دوت ربنا يساعدكم مع اب الاعتراف. بس اللي بطلبه انه لما الواحد يطلب العدل في 2 options هيحصلوا. العدل هيحصل انا اتكلمت بطريقة لبقة، توين اي حد هيجي يكلمكم عشان عايز يكسبك you gonna immediately feel it immediately. اللي حد عايز يكلمكم عشان بس يواجه this is what I don't want you to do. الولاد هيورثوا دي يا حبيبي، دي الكنيسة، كنيسة فيها الكويس والوحش، والكويس هو اللي بيبلع الوحش، لان المسيحيين هم ملح الارض، هم الاويل اللي بيخلي الدنيا تمشي. لو ما فيش مسيحيين في الارض كله هيقتل في بعضه، المسيحيين هم الوحيدين اللي بيأبزور بالاضطهاد. ده بقى اللي هيورث الولاد، هيعرف انه مهما كان لو حصل لي عدم عدل في الكنيسة that's expected. لما روح اسبوع الالام that's exactly what the church is for. والاكزامبل ده واضح في لما في سفر يشوع. سفر يشوع فيه about 5 أو 6 نقط عن القيادة الروحية. نقطة من النقط اللي فيهم لما يشوع انتصر على أريحة، وقعت أسوار أريحة بدون أسلحة، وده كان يوم سبت، لف حوالين أسوار أريحة 7 مرات يوم السابع وأسوار أريحة وقعت. ما كده بيجي بعديها في قرية صغيرة، حد فاكر اسم القرية دي؟ اسمها عاي. جه قدام عاي وحصل ايه؟ اتغلبوا. يشوع قال في شوك، something is wrong. كلم ربنا قال له ربنا ايه؟ في وسطك حرام يا اسرائيل. تفضل يتقص 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 يتقص، طلع انه في حد اسمه عخار ابن كرمي، كان مفروض الحاجات الوثنية دي ما حدش يلمسها. اخد قضيب ذهب حطه في الخيمة، فواحد واحد وقع الدنيا كلها. انا مش بقول ان في واحد هيوقع الكنيسة كلها، لكن خاطئ واحد ينشئ ايه شرا جزيلا او يفسد خيرا كثيرا. عخان ابن كرمي ده بقى من سبط مين؟ سبط يهوذا. برافو عليك. طب مش حاجة تكسف ان السبط اللي مطلع السيد المسيح
اللي هيرفع البشرية إلى الصورة اللي خلقها فيها. طلع منه واحد بوظ الكونجريجيشن كلها. ليه الإنجيل قال إنه مصيبة يهوذا؟ طبعا مقصودة. I love your answers. عارفة يعني عندك initiative كده بتنقذي الجروب كله. أنا حجاوب ولا يحصل لي يحصل لي. أنت بتطبقي unfairness. برافو عليك. يعني ناشية في الطريق الضيق بتاع أبونا زي الفل. Have a gift يعني. مقصودة صح. معناها أن الكنيسة هيطلع منها المخلص وإيه؟ وعخان ابن كربي. سبت يهوذا هو الكنيسة. فربنا بيقول لي لما هذه الكنيسة هتتوقع تشوف السيد المسيح وهتتوقع تشوف مين؟ عخان. فلما تشوف عخان ما تقولش أنا همشي من هنا because الكنيسة كلها hypocrites. الكلمة دي هتتسمع للولاد لأنه متوقع أن يجي في الكنيسة ما يضحيش. Everything is fair, 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 fair. Is it fair? 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 And then كل الهيلمان بتاع حياة الشخص اللي ما شافش الاضطهاد اللي انتوا شفتوه في مصر طلعنا فيه is about fairness. يبقى أنا بوظت له المسيحية لأن المجتمع هنا بيشجع على fairness which is good. That's why we came here. عايزين fair result للمجهود بتاعنا. Okay, no problem. بس هورس ولادي إيه؟ مجتمع fair لأنه مغروس فيه وعايز يشربه ولا يشوف في البيت التضحية. بابا وماما اتحطوا في موقف اتعاملوا بطريقة غلط وسامحوا. أحسن حاجة تنقذ بيها الولاد من التشالنجز اللي هتحصل بالذات في الإلحاد وفي السيم سيكس أتراكشن الحاجات دي كلها إن الكنيسة تبقى المكان اللي هضحي فيه. يبقى ده المكان اللي بعرف فيه ربنا صح وبشوفه كل يوم في تعامل بابا وماما مع أصحابهم. Do we just gather for birthdays? We just go to the church and then we spend good time in coffee drinking بعد الchurch. The social events في الكنيسة amazing. وتقربنا من بعض. ممكن. بس لو ده الفوكس هي دي الكنيسة اللي هيورسوها. وده خطر. يبقى أنا مش بديهم الأسلحة اللي يقدروا يحاربوا بيها التحديات اللي بتحصل في الأسرة اللي انتوا بتتعرضوا ليها. وانتوا كبرتوا انك شفتوا اضطهاد وتضحية والإنسان ازاي بيحاول خد الآخر وبيحاول يصارع كإنسان مسيحي for jobs or for أماكن في الجامعة or whatever الواحد تعرض لها. بس دي اللي خلت إنسان يبقى فعلا علاقته بربنا كويس. ودي اللي لما دخلنا بقى في البريشر بتاع الاضطهاد ده مش موجود لما تشال اضطهاد تحول للاضطهاد يبرد. في اضطهاد يسخن وفي اضطهاد يبرد. الاضطهاد اللي بيبرد هو اللي احنا بنعدي فيه دلوقتي. وقت بيروح في السوشيال ميديا، وقت بيروح في المكالمات، وقت بيروح في whatever. فقدت العادة بتاعت ان انا اقعد واكلم ربنا. ما بقاش في بريشر عليا جامد من حيث ان انا حياتي عارف you're all struggling. بس عشان بفضل ادور على العدل مش قادر اقف في الصلاة وانا حد اذاني وبحاول اسامحه. اللانجوج دي مش موجودة مش شايفها. وبعد بالعكس بقى بوزع ايات على الشخص عشان يفوق. بدل ما انا اطبق الايات على نفسي أشيل القزة من عينيا بقيت بوزع آيات على الشخص تاني عشان هو اللي يضحي أو هو اللي يفوق أو هو اللي يسامح أو هو اللي يشوف إزاي كسر الإنجيل. فدي التشالنج اللي بتخلي الأسر دايما في التشالنج إنه المكان الوحيد اللي هقدر أشرب منه السيد المسيح تحول very much social events و fairness. social events و fairness اللغة بتاعت إن المر الذي تعطيه لنا يا رب خير من العسل الذي نختاره لأنفسنا. دي يعني آيات اكتئاب. يعني بلاش الاكتئاب. أوكي ما هذا التشويس. بس أنا to save you from future surprises لما يبقى الشيلدرن كلهم about fairness كلمة السكريفايس دي non-existent هنتعب كلنا كونجريجيشن هنتعب لان مفيش حد بيتأذي والباقي مش بيحس بيه. كلنا as a church suffer. فكل اسره has to يعني get back into من لا يجمع معي فهو يفرق. اجمعوا الكسر. thank you for this expression. فتات الوقت يهوذا كان من سوري عخان ابن كرمي كان من سبط يهوذا
وستيل سبط يهوذا قلت له انه سر المسيح، والبايبل قال لنا انه سبط يهوذا هيجيب واحد خاين، بس انا هكمل مش هسيب السبط. كويس شويه يعني. اني سؤال سو فار؟ يس حبيبي. اثنين باي 1 جيت 1 فري. لا شور السؤال الاول موضوع ان احنا نركز مع الولاد في روحيا اكتر، مثلا لما يبقوا مش قادرين يقفوا يصلوا او مش حابين او بورد، والكلمه اللي بتقال كتير، هل يقعدوا. نبقى فيرم معاهم؟ لا اقف انت، هم يقعدوا او هم بيجروا بتاع يجروا. هل نبقى فيرم انه لهم لا لازم تقفوا تصلوا؟ نو. ولا نو نسيبهم عادي واحنا نقف نصلي؟ مش نسيبهم، اصل موضوع ان هم هيجروا واحنا بنصلي ده مش سيبان. انت عامل ديمونستريشن للعطف والحب وانت نفسك بتصلي، مش عشان هم ما صلوش انت مش هتصلي، لا ان احنا نقف كلنا كفاميلي نصلي. انا بقول هما مش راضيين، ما مش في مزاجهم. يعني احنا كأدلس كم مره بيبقى عندنا حب للصلاه؟ ما اقدرش نطبق الكواليتي دي عليهم، والا هنبقى الكنيسه من ناحيه ثانيه هي ضغط. اي كانت ويت تيل اي درايف عشان ما البسش شماس ثاني. احنا عشان كده اللي هي التشالنج بين ان يبقى في بالانس، ما يكرهوش الموضوع او يحسوا ان ده اجبار، فمش عايزينه لما نكبر بقى نصلي او نروح القداس من بدري. الموضوع القداس ده وجه قعد مش مركز، نو بروبلم. فين بس الانسان بيشرب القداس مش بالفهم في الاطفال، ابزوربشن بيحصل كده، بيشرب بيشفط القداس من السمع والنظر والبخور وكل، بيبقى انت تلاحظ فرق كبير جدا. انا ابونا طبعا ياكد 60 مره يو كان تيل وذر ان البيبي اللي جاي يتناول ده اتاخد للكوميونيون من هو بدري ولا متاخر. ده مرعوق. في ناس في حته تانية يعني جست بيجوا يعمدوا ويمشوا. ده بيتبان ازاي بقى؟ صريخ. لا دي بيتبان واضحه قوي. انا لو معايا كاميرا جو كاميرا في التناول كان فايرال فيديوز يعني من اوتي كان تيل البيبي. والتانيين في حته في القداس يبتدي صوتهم يتسمع، عارفين بالظبط مش بالفهم. تريجرز في ذا نيورونز بتتركب، فبيبقى المكان انت يو نيفر يعني عمرك ما هتفتكر امتى القداس كان مريح ليك، بس انت وايرد سمها وبتدي تحس لما تخش الكنيسه مرتاح. دي متاخده ليه؟ انك المخ اتربط وانت صغير ان اللحن مع الشم مع الاكل ده حاجه، عشان ربنا عمل قداس فيزيكال ان هو بيغذي الجسد مش مجرد يعني سبيريتشوال كونتمبليشن، يعني ان الواحد يتامل روحيا. ده من ترتيب ربنا ان يثبت فيا وانا في دي، وانا في دي ليها ابعاد. ان انا من ناحية العاطفيه ان ربنا لما بقول انا تعبان يثبت فيا وانا فيه، ان معناها مش ربنا عارف انك تعبان، ربنا نفسه تعبان لان هو جوايا، فهو حاسس باللي انا بحس بيه. ففي ده بعد تاني للتناول اللي بيخلي التناول ان فعلا ربنا حاسس بيا، دي مش مجرد كلمه في اللغه العربيه. فالولاد بيجروا وانتوا واقفين تصلوا، ده بيبين عطف، بيبين حب، بيبين احتمال، بيبين محايله، عدم اجبار. ده لسن اكبر من هو يقف ويصلوا مجبرين. السؤال الثاني بقى تسمون، هل الإجابة مريحة؟ thank you. قدسك يعني كنت بتقول على ان احنا نفهمهم ان احنا جايين مش عشان social time اكتر، عشان احنا جايين يعني يشربوا الموضوع روحيا. فهو بالفعل وليها بالشرح، بالفعل ان احنا جايين نصلي ومش بنقف بعد الكنيسة مثلا social وكده. لا ممكن نقف social بس البريوريتي يعني الواحد لما هيطلع من الكنيسه اتعلمنا ايه النهارده من الوعظه، نتكلم على اللي حصل، يعني نخلي الحديث كله حاجه ريليت للكنيسه. ودي بقى السمارتنس ان البيرنتس نفسهم من غير ما يبقوا اوفيشال ساندي سكول سيرفنس يبقى هما نفسهم سيرفنس في البيت. احول يوم ربنا ده يبقى فعلا يوم ربنا بس بطريقه اتراكتيف. واحد بيتخانق وانت بتتكلم ده نو بروبلم، يعني مش عايز يوم الحد يحصل عقاب للاطفال. لان ده يعني بتشوف تاثيره بعد كده في التينيج بيريد. ممكن اكزامبل هو ال اللي عصرته يعني في الكنيسه عندنا كان 23 years ago كانت عملت تكون first English church عشان نفوكس على الشباب. فكان دايما الاعترافات اللي بتيجي انه طبعا غير ان اللغه مش مفهومه، ذس از الحاجه دي اتعالجت جامد في كل الكنائس،
بس الحاجة التانية ان هو ان my dad used to force me. My dad used to force me دي يبقى انا مستني اليوم اللي هبقى عندي فيه عربية او اليوم اللي انا اقدر اقول ما البس التونية وما تعقبش. I can get away. فدي دلوقتي نشكر ربنا الولاد في حتى الكوبت كلابز وكده بيكونوا في الجامعة under own بيكونوا كوبت كلابز عشان يفضلوا واخدين الكنيسة في الجامعة. بس الاكزامبلز اللي شفتها قبل كده اكزامبلز مؤسفه انه ولاد لما بيصلوا سن السواقه بيبقى الكنيسه بالنسبه لهم this is my parents church and I have nothing to do with it. فده كان دايما الحاجه اللي كان in 2001 يعني number one target ازاي الواحد يحسس ان الكنيسه للولاد مش للبيرنتس. والحمد لله اشتغل بحيث الولاد هم اللي كانوا بيجيبوا البيرنتس لان كان دلوقتي بيبقى ابونا لما بيزور ومشور ابونا does it all the time بيكلم الولاد في الزيارة مش البيرنتس. يبقى واضح انه ابونا جاي لي. تفرق هي بس ال بيسموها الجيستشر يعني الحركة اللي حصلت بتبعت مسج معينة. هي دي اللي ساعدت قوي ان الولاد يحسوا انهم زي اون التشيرش. فلو البيرنتس عملوا موضوع الصلاة والولاد حتى لو ما صلوش حسوا بعطف البيرنتس ان احنا هنصلي and you're still not misbehaving or anything ليلة ورا ليلة ولا ليلة ورا ليلة حتى لو دقيقة ومش لازم البيرنس يقوا مع بعض. ممكن واحد من البيرنس بس يبتدي يقف في المطبخ مثلا فلنشكر صانع خير بس طبعا سوري يا ريت بالانجلش عشان هم يبقوا سامعين انه طب لو مش هتصلي معي اوكي I will pray for you هصلي بالنيابة عنكم I will. ف you start praying وهم بيسمعوها. We have to switch the language. يعني انت بتقول انا بحس بالكنيسة انا بالنسبة لي مثلا بحس لغاية دلوقتي بحس بالمزامير غير بالعربي. القداس يمكن بحس بيه بالانجلش اكتر من العربي. يعني الواحد حصل رسامة لكنيسة فولي انجلش وترسمت هنا فابتدى القداس لان من اول الصلاة فيه كان الانجلش فابتدى الواحد يحس بيه اتليست ايكوال العربي. فال US parents هتقول انا ما بحسش بالمزامير بالانجليزي. well انا عندي شعب دلوقتي معايا في البيت لازم يسمع لازم يسمع. لو عايزين تكلموه عربي 100% خلوه ما ينساش العربي لو تقدروا. بس اللغة العربية بتاعت الإنجيل وبتاعت الصلاة مش هيكون اللغة بتاعته في الروحانيات. دي بالنسبة لنا مختلفة عننا فلازم نقبلها. ما نقولش ان هو روحانيات وأقل عشان متربي في أمريكا. No. Yes. I have a question يا بونا على نقطة ساعات بتبقى بنستعمل التول ان احنا بنجيبهم في environment عشان هما يسمعوا كلمة ربنا ويبقوا surrounded by kids like them versus the outside. Excellent. So how do we make that balance ان احنا بناخدهم maybe and push them شوية in a loving way وهم eventually they're gonna fall in love with Christ. فبتبتدي ساعات بكده وبعدين eventually مفروض هما on their own at one point هيبقى في collaboration between the house and the church. فلو احنا بنlimit بقى السوشيال part of it بعد الكنيسة ساعات and then now during the whole week احنا we're making a lot of limitations given whether watching the TV or whether ان هم يلعبوا games وكله it's about now the homework and the spiritual their own spiritual growth. How do we make that balance? Because at one point هو ممكن بقى يعني يقول لك طب انا عاوزة بقى spend more time eventually when they're older in the outside world اللي انا عايش فيه. Okay, I didn't say don't prevent the social security. I said, what is the focus of me as parents going to the church? هدي مسج في التربية بتاعتي من غير حتى كلام. سان بول عليكها في كورنثوس الأولى 14 First Corinthians 14 he talked about the speaking in tongues and prophesying. They are both gifts of the Holy Spirit. So he limited التكلم بألسنة. He limited the speaking of tongues and said two or three at the most. And the prophesying اللي هو التعليم مش لازم يكون الفيوتشر unlimited. للسبب الآتي التكلم بألسنة هو آية لغير المؤمن. It's a sign for the unbeliever. It's from the gift of the Holy Spirit. Speaking and prophesying is a sign for the believer. So في واحدة على الشط وفي واحدة في العمق. السوشيال لايف دي هي التكلم بألسنة. But eventually I need to get them into the prophesying. فأنا not saying don't. بس بكلم البيرنس مش الأولاد.
parents, it's all here. And the attitude of how you speak about something with the church. If you're all focused about how we went out and had it, that's, they're going to learn, this is the focus. If you go out and have a good time, says, but the thing that touched me in the liturgy was this, or I love this part in the liturgy. بعد كل يوم. إيه المسج اللي بوصلها؟ إن أنا اتكلمت عن حاجة روحية في القداس أو حاجة روحية في الوعظة. Okay. فأنا مش بقول to remove. أنا بقول the conversation focuses on spirituality. احنا معرفش ده صح ولا لا بس ابونا مينا هنا فيا ريت اعبر واعنا انا you know, انا مكدوني في في ترواس بس ابونا is a very close brother يعني باين سان موريس that was the name of my father فانا وعدت ابونا whenever I get invited I can't say no to سان موريس ربنا يخليك يا ابي سوري فور ذا انترابشن ابتدي من الاول بقى تاني معلش لا انا كنت عايزه اتاكد احنا ساعات او بحس ان احنا معظم الوقت احنا بنفور كل السبجكتس اللي بنتكلم فيها مع الاولاد في حته روحيه يمكن احنا تربينا كده بس انا حاسه ان الاولاد مختلفين طبعا الجنريشن مختلف والتشالنجز مختلفه فهل ده صح ولا ده بيعمل انا حاسه ان احنا كل ما بنتكلم بلاقي ان احنا الموضوع بيرفلكت ان احنا اولاد ربنا احنا ازاي مختلفين احنا مش بنمشي مع الترند احنا مش بنكوبي هل ده صح ان احنا نقعد نعمل كده طول الوقت مع الاولاد ولا ده هيعمل في الاخر بريشر يعني هيخلي ان الاولاد تحس انها مضغوطه قوي مضغوطه جدا وخلاص انا يعني انا حاسس انها مختلف توتالي عن اللي حواليا وده ممكن يجيب نتيجه عكسيه فازاي يبقى يعني حاسه انه في فاين لاين ازاي نعمل الموضوع ده ان انا بطمن على ان اولادي حاطين ربنا في حياتهم وانهم في نفس الوقت مش حاسين ان انا مختلف بطريقه غريبه يعني اللي هو ويرد يس 100% اي اجري انه انا ما اقدرش طول الوقت يبقى في كلام روحي في البيت لازم يبقى الكلام في البيت انترست ايه اللي حصل انترست في الرياضه في الجيمز اللي عملوها في لو يعني anything they do I have to يعني الواحد يبقى very interested في اللي بيعملوه ومش لازم مش لازم يبقى ال- ال- الكلام في صورة وعظ وكل حاجة انه تبقى في كل جملة ربنا 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 لا في الاتيتيود عشان كده بتكلم ان الاتيتيود بتاع البيرنس في علاقتهم من غير ما يتكلموا mentioning الانجيل في كل جملة هيبان very much ان الانسان متربي في جو روحي وهيشربه من غير ما يتقال يعني ما تعلمتش روحانيات من اهلي في كلام خالص يعني don't remember ابا ان احنا صلينا مع بعض لكن الاكزامبلز اللي شفتها في تعاملاتهم وفي البيت دي يعني تأثيرها اكتر لو ما اتكلموش دي حياتهم ما اضطروش يشرحوها لي انا شفتها فانا بطبقها لان شفتها مش عشان شرحت لي والكنيسة بتساعد ان هو شايف نفس اللغة فمش لازم تتقال بالعكس انا I'd like to be interest في الـ في الـ في الـ في السبورتس في اكتيفيتيز في ان هو الواحد ينمي الانجلز بتاعته التانية بس عشان كده بقول فرصه في الكنيسه انه يوم الحد تبقى كلامنا شويه عن ابونا قال نقطه في الوعظه كذا مش عارف الحته دي في القداس بتعجبني قوي سمعوا ما سمعوش مش مهم بس اللانجوج بتوضح انه ايه الفوكس بتاع بابا وماما when we go to the church فيس مش كل حاجة ربنا هتبقى مكروهة انه هتستفرغ يعني ربنا انا بقول البيرنس بالذات لما الولاد يبقوا تين ايجرز بقول لهم انه your kids will spend their energy في حاجة من الاثنين يا اما ازاي يلاي تو يو يا اما ازاي ريبنت الانرجي بتاعت الشاب هتروح في حاجة من الاثنين ازاي يخلق قصة لأن بابا وماما هيفضلوا يسألوا أسئلة فهيجهز كل الانرجي بتاعته إن إزاي يخلق قصة يضحك بيها عليهم أو إزاي يعرف يندم على اللي عمله فwhich child do you want to have child بيعرف يندم ولا child بيعرف يget his way around you هتيجي من فين إن الشخص بنفسه يؤون نفسه مش بيعمل كده عشان parents ينبسطوا يعني حبيبي this is not you حبيبي فكر فيها طريقة تانية مش مشكلة نشوف يعني يبقى الواحد مش بيربي يبقى الواحد this is very important الواحد يبقى صديق لأولاد الأولاد ممكن يبقى أصدقاء وهم
very young ان كلمته مسموعه, ان الاكسبلانيشن بتاع مش جاست كله تربيه ولا بتسمعش ولا وتايم اوت نو في تايم اوت بس بتشرح ليه ومش كل مره, ما هو لازم يدوق العطف مش التربيه. فالتربيه ممكن تيجي بالطريقه دي وبتبقى very effective. ده غير الدلع. الدلع معناها انه he's very loose. عندك سؤال؟ هل ده اجاوب السؤال؟ يعني be friends to your children. You'll be surprised اللي هيطلع منهم. هو مش سؤال, هو تعليق. يا ريت تيجي مكاني وتقولي لا إجابة. لا تعليق بس مش أكتر. أنا عايزين تعليقات كتيرة الأسئلة. العفو. لا بالعكس كويس. هو أنا بس عجبني قلتك بتقول إنه الرول أو القيم يعني اللي في حياتنا تبقى متاخدة من ربنا, من الروحية مش من العالم. يعني لو العالم بيصدر لي how to be fair أو إن أنا بقى دايما في حالة fairness, لكن ربنا قال لي إن الطريق صعب وضيق. فدي برضو من الحاجات اللي ممكن برضو لو كان نشرحها لأولادنا. يعني مثلا إحنا جايين في الطريق, مثلا كنت بتكلم مع بنتي على إنه what if لو في واحدة من صحباتنا عملت حاجة مش كويسة, هل ينفع أقول أقول لصحابي التانيين إن صحبتي دي عملت حاجة مش كويسة؟ فقالت لي لا, it will be rude. لا رد, ده رد الناس بتوع العالم, احنا بتوع بابا يعني عندنا, احنا بقى عند بابا يسوع لنا ايه. فهي دي الفكرة انه لا, ربنا قال لا تدينوا كي لا تدينوا. فهي الفكرة في انه حتى تسع سنين فحسيت برضو يعني رد رود ده رد اللي هو مش احنا لا قرينا في الانجيل حاجات تانية. فهي الفكرة في انه حتى الكتب العموما المشهورة والكلام ده دلوقتي بتتكلم انه ازاي يعني ابقى فير وابقى زي في علاقاتي عندي حامي نفسي حلو. طبعا مش هقول ان كل الحاجات مش حلوه, بس ازاي في نفس الوقت ابذل نفسي وازاي ادي اللي ربنا قاله لي اللي هو الناحيه التانية اللي هي اعلى من الحاجه العالميه الارضيه. فلو حتى الارضيه اللي هي ضمير الشخص بيقول له حاجات, في حاجات اعلى ربنا ادهاني. فهذه بس الفكره في انه لو حتى هنتكلم روحيا مش لازم اقولها بالتوجيه كده, بس اللي هو بوري له فرق الفاليوز ازاي انا عندي فاليو يعني اعمق او مور ديب. طب ممكن تقولي let's think together how to put it and it's not rude. يعني involve them في حل المشكله, مش لازم لما اولادنا يقولنا نحل لهم المشكله. اوكي. يعني نزود very much ان انا ببص لبنتي التسع سنين دي انها شخص كبير. بس انا دوري كاب وام ازاي ابسط فكره كبيره لشخص فكره مش قادر, لكن هم they can think they can feel. الجمله اللي هتيجي بعد كده غير بس I'm rude to them, I cannot judge them. ف عملناها مع ابونا للانجلش سبيكرز ايه الفرق بين الادانه والافراز. ما دلوقتي الكي اللي احنا هنواجهه ازاي الولاد يقدروا يفرزوا من غير ما يحسوا انهم بيدينوا حد, ودي فيري ديفيكال في المجتمع دلوقتي. بس ليها نقط معينه. انا اكشلي عملت كتاب صغير بالانجلش والعربي عشان حطيته على الكليرجي اللي هو قصدك الفرق بين الادانه والافراز. ممكن يعني الفاميلي تريد ات اند وي كان هاف ا دسكشن اباوت ات. يعني ده اللي بيواجه دلوقتي البيرنتس لما هنقول على اي حاجه غلط في المجتمع يور جادجينج, فمش فاهمين الفرق بين الافراز والادانه, ولازم تتشرح بفيري لوجيكال واي عشان هم من جوه يبقوا مرتاحين لما يفكروا ان ده غلط ما يحسش انه بيجادج حد. دي مهمه جدا. ممكن نبقى نعملها في مره, بس نشوف وقت يعني نعملها في الفرق بين الادانه والافراز. فانفولد في المش يعني نفسي نحسسهم ان هم اللي بيقولوا عليه ده مش انا مش جاهز بجمله رد بيها عليه. انا يعني ماي وايف متربيه هنا في امريكا, اتولدت لا مش مهم, ذس فيري سنسيتيف تو سي ذا ايج اوف وومن هتقتلني يعني في بس البيرنتس هاجروا من زمان امريكا فهي اتولدت في امريكا. فالميزه في كده انه وضحت فيري فيري ماتش ايه الفرق في ان ازاي حد يكبر هنا في امريكا بالذات في كوبتيك فاميلي من غير انجلش تشيرش واب اعتراف ما بيفهمش انجليزي. يعني ايماجين هتروحي تعترفي طبعا ده اسهل اطراف في الدنيا ان ابونا مش فاهم حاجه ده نقطه تانية بس I don't encourage it يعني
بس عانت جامد قوي. was very difficult يعني it's very hard انها كانت لسه موجوده في الكنيسه يعني that's it's amazing لانه in early in the church في البدايات كان دايما نحافظ على الولاد نقفل عليهم كنيسه 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 التفاهم oh this is wrong ف شي يعني الواحد understanding very much دي فكان تعاملاتنا مع ولادنا يعني واخدين بالنا قوي من الحته دي وفي نفس الوقت هم طالعين في الكنيسه فكان very important اي حاجه هتقول لنا عليها من ولادنا مش هنقول oh how could they do this ولا هنصعك اسمعي اي حاجه من الولاد that's interesting معلش عايزينهم يبقوا open again عايزينهم يسبند الانرجي بتاعتهم في التوبة ولا يسبند الانرجي بتاعتهم في ازاي يخبوا عليكم في التوبة يبقى لازم لما هنسمع اي حاجة طب what did you do what happened لانه هيبقى you know mom and dad are listening you will reap this off يعني منهم لما هيكبر والكنيسة بتساعد يعني نشكر ربنا في environment social في environment يعني ليهم أصحاب في الكنيسة وده نفس الـ values ميزة أصحاب الكنيسة أنه الـ wrong معروف برا الـ wrong is right فthis is mystic الكنيسة في congregation في جسد مش سمبوليس بس جسد الكنيسة كله بتاريخها عارفين الصح من الغلط وربنا بيقول دي من ضمن التسع نقط لا تظن أنه جئت لألقي سلاما على الأرض ملك السلام بيقول لنا أنا ما جئتش أحط سلام على الأرض أنا جئت لألقي إيه سيفا متى 10:34 فدي ازاي نفهم الولاد من يعترف بقدام الناس بس ما تبقاش اي كده لطخ لازم تبقى انه العالم هياخد مثلا المسج بتاعت الكنيسة ويحورها موجودة في امثال 9 ان المسج بتاعت الكنيسة تعالوا قولوا انا جهزت المائدة بتاعتي وجهزت البيت بتاعي ودي اكشلي نبوة عن القداس وبرضو في المرأة الخاطئة في المدينة في نفس الإصحاح بتقول الناس تعالوا الذي يريد أن يفهم يجي والكنيسة بتقول كده وأخذت نفس الجملة وطبقتها بس بدل ما دي تقول إنه كله الخبز بتاعي والخمر بتاعي هي قالت برضو اللي عايز يفهم يجي لي المياه المسروقة حلوة وكل خبز يؤكل في الظلام شهد أو عسل فالعالم خطف كلمة الحب من الكنيسة وحورها ان انت ما تقدرش تقول ان في حاجة غلط ولا ما عندكش محبة فالنقطة دي لو وصلت يبقى هقدر اسلك وسط العالم ان ممكن اقول في حاجة غلط وانا مش بدين بس في 9 سنين لسه فمحتاجة ان الواحد يحاول يعرف ازاي قد ايه يحب الخطاة عشان ربنا بيحاول يساعدنا نجذب الخطاة ف without rudeness لانه ربنا تعامله في المرأة السامرية for example لما قلت له ليس لي زوج ما هو ده مش حقيقي فربنا ما سكتش بس قال لها ايه بالصواب حكمت وقال لها ان هو عارف الباقي بس الجملة الاولانية دي فتحت بقى النفس ان واحد قال لي انت قلت صح وبعدينه عارف ان انا بكذب عليه بس فتحة النفسية دي هي اللي خلت فيه communication ف يعني هم غلابة في المجتمع اللي هيشوفوا فيه ده فلازم البيت يكون ملجأ للراحة ما نتخضش ما نقولش ابعد ازاي ربنا ان نقول لها مثلا how can you be smart and you bring what you learn in Sunday school without saying anything to your friends يبقى هي عندها project عندها activity يعني من زي لما الواحد بيعمل معهم كأن هم they own the school they can function in the school you will be surprised بس هيشوفوا في البيت الموقف كده مش هيشوفوا ان احنا زعلنا من فلان ولا بنتكلم على فلان لانه هيبقى فيه هيبوكراسي وده كنت في بداية الكنيسة my parents are hypocrites flat out thank you very much صدقتكم ربنا يساعدكم يساعدنا كلنا لانه كلنا as priests responsible for everybody but يعني بس في نفس الوقت ابونا محتاج البيرنتس لأن البيرنس هم الخدام بتوع كل بيت حتى if God forbid الخدام مقصرين and so on معلش this is not to blame them أنا برضو I have to own my children and help
help. What is lacking in the church, I help. Not what is lacking in the church, I point to it. ربنا معكم. ربنا معنا كلنا في هذا العالم. مجد الله دائما أبدا.